دولي. تركيا ترفض تدويل النهر نهري دجله والفرات، وتتعامل مع نهري دجله والفرات بوصفها انهار محليه، انهار كما يقولون هم عابره للحدود ترانسباوندري ريفر، وبالتالي يفعلوا ما يشاءوا في هذه الانهار دون الرجوع ودون اي اعتبار الى دولتي المصب والمجرى العراق وسوريا. باي مفهوم تمارس تركيا ذلك يا دكتور محمد؟ هي تمارس هذه المساله انطلاقا من مفهوم واحد وهو مفهوم الهيمنه المائيه هايدرو هيجوميني. تركيا تعلم ان لها اليد الطوله على نهري دجله والفرات، وبالتالي هي تريد ان تحول هذه الهيمنه المائيه الى هيمنه هيدروبوليتيكيه او ما هيمنه سياسيه اقليميه على الدولتين، وتستغل في ذلك الاوراق السياسيه الكثيره، وتستغل في ذلك انها تروج لمشروعات كثيره تابعه لمشروع الجاب ويتفرع عنه عدد من السدود. من حق تركيا ان تبني ما تشاء من سدود، ولكن يجب ان يكون ذلك في اطار التفاهمات مع دولتي المصب والمجرى سوريا والعراق. من حقها ان تبني ما تشاء من مشروعات مائيه، ولكن في اطار ما اقرته الاتفاقيات الدوليه، وهي ما تزيد على 400 اتفاقيه دوليه خلال ال 200 سنه الاخيره. نعم. التي تناقش المياه الدوليه او المياه او الانهار الدوليه. هذه الاتفاقيات كلها تؤكد على مبدا حسن الجوار، تؤكد على السياده المتكامله، تؤكد على مبدا عدم الاضرار. وبالتالي ما حقوق سوريا والعراق في هذا الاطار؟ اذا كان لتركيا الحقوق في بناء السدود كما تشاء، ما حقوق تركيا؟ اولا لهم حق في تقاسم المياه. نعم. سوريا والعراق لهم حق في تقاسم المياه. تركيا ترفض تماما هذه المساله وترفض فكره التقاسم، وهناك صراع ازلي تاريخي بين سوريا العراق من ناحيه وتركيا من ناحيه حول تقاسم